ايوه المشهد اللي هنشوفه ازاله اسم ولافته لسليمان خاطر. سليمان خاطر بطل وطني وجه سلاحه باتجاه الاسرائيليين الذين استفزوه بمشاهد عدائيه في وقت يعني الحاجز النفسي كان كبيرا جدا. سليمان خاطر شخصيه مشهود لها بالوطنيه، وانا دايما اقول انه تم استنحار سليمان خاطر. بعض يعني يقول لك قتل، انتحر في منطقه في النص، استنحار. استنحار يعني ايه؟ يعني ممكن ادفع الشخص للانتحار تحت الضغط، يعني بغض النظر، ده في اعتقادي والتوصيف اللي ربما يصل اليه الشخص، يعني تضغط نفسيا، تضغط باشكال مختلفه توصله لهذه الحاله. في كل الاحوال ايا كان، لكن سليمان خاطر بطل وطني قومي كان لا يجب ابدا انه يتم، وخاصه انت بتتكلم عن ذكرى تحرير سيناء، انه في هذه الذكرى يتم ازاله صوره ولافتاته بهذا الشكل. فوجئ أهالي قرية أكياد البحرية بمحافظة الشرقية مسقط رأس الشهيد سليمان خاطر بقيام الوحدة المحلية للقرية بإزالة لافتة تحمل اسم وصورة الشهيد تم تعليقها منذ استشهاده عام 86، وعليه سادت حالة من الغضب بين الأهالي باعتبار الشهيد رمزا للوطنية ومثالا للدفاع عن الأرض. وأني داخل الوحدة لقيت في مدخل الوحدة يافطة مكتوب عليها شهيد العروبة سليمان خاطر حزب الحرية والعدالة. فأمرت إن اليافطة دي أساسا ينحط عليها يافطة الوحدة المحلية عشان نخطي إن يعني يتغطى، يبقى علينا إنه مدخل الوحدة المحلية وطريق الوحدة المحلية فيها حرية وعدالة. اليافطة اللي سيادتك شايفها ديت، إحنا أول ما يجي رئيس المجلس المحلي ده راح جايب يافطه من المجلس وحاططها لينا على ايه؟ على اليافطه بتاعت سليمان، احنا عاملين اليافطه دي من 2010. ليه يا عم انت عملت كده؟ قال لا ما هي عليها مش عارف حريه وعداله. قلت يا عم ما عليهاش حريه وعداله، عليها سليمان خاطر، ما عليهاش حد. ورحنا ايه؟ شايلين اليافطه بتاعت المجلس المحلي وهي هي مقطوعه من سنتين. ورحنا مركبين يافطه ثانيه جديده. بالنسبه للي حصل، اليافطه كان اقل شيء اللي احنا بنتكلم فيه، كان يبقى حتى في سابق انذار لو هي حتى عامله اعاقه في الطريق او عامله اي شيء، اقل شيء او اقل تقدير ان هم يتصلوا على الحاجه منهم او يبعتوا لنا، احنا مش بعيد عن المجلس يعني، احنا موجودين في البلد يعني. فطبعا اللي حصل ان هو شال بدون سابق انذار وبدون اي حاجه، دي كان طبعا اهانه لاكياد كلها ولا الشرقيه ولا للشهيد ولا كل الناس اللي موجوده. مش حكايه اليافطه اللي هي تبقى مضايقه اي حد او مضايقه صدر اي حد، مش قصة يافطة في الشارع، اليافطة اتركبت مطرح ما كانت اليافطة، لو هي كانت مضايقة الشارع ما كانش اتحطت مكانها تاني. طبعا لما شلت اليافطة حطيت اليافطة الوحدة المحلية في التاريخ اللي هو في 2015، يجي الحاج عبد عمل يافطة باسم الشهيد سليمان فقط فعلا، وحطيناها بس اليافطة عريضة وكانت ملحومة في العمود اللي هو التلتين دوت وفي العمود اللي هو كان عليه الكابل الهوائي. طبعا هم شالوا القصه ديت من دون علم. اللي هم الفنيين اللي هم في الوحده جابوا لودر على حسابهم وعملوا القصه ديت بدون وجودي ومن غير تنسيق معايا ومن دون علمي. طبعا انا زعلت وانفعلنا لان اليافطه كانت كبيره جدا، بقول لحضرتك كانت ملحومه في العمودين. ده سبب اللي هم يعني ان هم حصل الحوار ده. فوجئنا بقى يوم الخميس شال اليافطة ورماها في الزبالة. أنت عملت فينا كده ليه؟ قال هو أنا مش أنا هي لازقة في الكهرباء. وبعدين المبرر اللي أسوأ يقول لك أصلها كانت على عمود كهرباء، والعمود الكهرباء إحنا عاوزين نشيله ما عادلوش لازمة. يعني عمود الكهرباء ده هو اللي هيحل مشاكل العمدان اللي في الدنيا؟ اليافطة دي وجعت سوق عمايل الكهرباء من تحت اليافطة. معلش انا بقول اللي يرضي الله، انا شفت، انت بتسالني على اللي شفته، معلش انا مش بجامل. سليمان خاطر تاج للبلد كلها وبلى جميع المحافظات الجمهوريه كلهيتها.
كل الأحوال يا جماعة يعني مش عايز أقول بس تقطع اليد اللي يمكن إنها تزيل صورة للبطل سليمان خاطر، لو في أسباب طيب تشوف مكان تاني كده بشكل، إنما إزالة الصورة يعني ده يعني أنت تحقق أحلام الإسرائيليين يعني، وهو يعني سليمان خاطر في القلوب يعني، إنما الصورة بتعبر عن تقدير للبطولة يعني، لما تزيلها وتحطمها فالحقيقة ده عدم تقدير لبطل، وفين في أي توقيت في ذكرى تحرير سيناء.